رواية فاهم؟ حضرتك الأخيرة، رواية حضرتك ايوه الأحدث يعني، ايوه ايوه فيها معالجة لهذه النقطة وتحولات اليسار، جدا مش كده؟ جدا الحقيقة، هي فيها معالجة، هي بتتناول شخصية هي خلول يساري خلول خلال سبعينيات القرن الماضي. هو يمتلك شعارات ومتشدد معارض، وحتى كان في جزء في الرواية ان هذا البطل لما حصلت حرب اكتوبر المجيدة كان رافض ليها، و دي رواية اسمها خيول اسمها فيلة سوداء فيلة سوداء. بأحذية بيضاء، بأحذية بيضاء. ولكن هذا النموذج الذي كان يعني شديد التطرف في يساريته إنجاز التعبير، وسرعان ما تحول عند أول فرصة إلى أقصى اليمين الديني المتشدد، وهو الذي كان يبدو متحررا. كيف دفع بزوجته وحبيبته إلى أن تتناقض في لحظة طالبة أن تتناقض، يعني أشياء من هذا النوع. حضرتك هنا اللي عايز أقوله انا هكمل بس النقطه دي يا اتفضل. فندم، انه انعكاس يعني هذه الروايه او وضعيه هذا البطل، يعني انعكاس لظاهره حصلت في المجتمع ده المصري. طبعا يعني كان في طبعا يساريين طبعا اصلاء في جدا اليساريه انتقلوا. تحولوا الى احنا عندنا الاقصى اليمين. اسماء يعني يعني عندنا طارق فيجرز، البشري، يعني عندنا طبعا محمد محمد عمارة، عمارة، عندنا الدكتور عادل محمد حسين. وعادل واخرين يعني ربما. بس دول كانوا اخطر على الثقافة المصرية حتى من المنتمين لتيار اليمين، لانهم وظفوا الوعي اليساري. ما هو الحقيقة اليسار هو انتج حركة هائلة من الوعي الحقيقة، الوعي السياسي والوعي الاجتماعي، ولعبوا دور مهم في إنتاج أفكار تواجه الأفكار الرجعية والاستعمارية التي كانت سائدة. طبعا لعبوا دور عظيم في المجتمع المصري، خصوصا قبل 52 وبعد 52 أيضا. ولكن عدم قدرتهم على تحليل طبيعة السلطة التي جاءت بها ثورة يوليو، وعدم قدرتهم على العمل السياسي والثقافي من خلال ما هو موجود على الأرض، أنا أظن أنه أنتج يعني أمور شديدة السلبية. طب ده أدى يا فندم أنه يبقى فيه طول الوقت ما يمكن اعتباره سوء فهم أو لبس في علاقة المثقفين المصريين بالسلطة؟ هو ده بقى اللي انتج في النهايه قالب من العلاقه غير الصحيه بين المثقف والسلطه. يعني انا اتصور مثلا انه نحن انفقنا مبالغ هائله ودماء كثيره من خيره شبابنا سواء في الجيش او خارج الجيش في مواجهه الارهاب. كان من الممكن ان تكون جماعات المثقفين لو اتيحت لها مساحات هي اوسع، السلاح الاقوى في مواجهه هذه لانها الافكار، تحمل افكار قادره ان تقدم حائط صد حقيقي للافكار الرجعيه والمتخلفه.